فيتامين سي بشكل عام كل ما كتر عند الناس قلت الحساسيات وحتى قلت السرطانات وقلت معدلات البرد. ناقص تزود الربو الشعبي 12%. يبقى طريقه سهله جدا ان انا اخد فيتامين سي. بس المشكله فيتامين سي يقول لك انا باخده مره في الاسبوع. ابدا انا باخده من الصيدليه ما بحبوش. يوميا بتاخد اللي هو الاقراص للفيتامين سي اللي هي زي الفوار. احنا ولا عايشين في الاسكا ولا عايشين في المنطقه القطبيه، موجود عندنا كل يوم. بس مشكله فيتامين سي حاجتين، ان هو إذا أنا شميت سيجارة بس من واحد وأنا ما بدخنش هيكسر لي 28 ملي جرام من فيتامين سي في جسمي، اللي هو التأثير السلبي، وأنا مش هقدر أخزنه وأنا مش هقدر أصنعه. في بعض الحيوانات بتصنع فيتامين سي لكن أنا ما أقدرش أصنعه. يبقى فيتامين سي بيتكسر بالتدخين، التثليج، التجليد، التبريد، الغليان، الحفظ، أشعة الشمس، كل الحاجات دي كلها هتتكسر بفيتامين سي. يبقى الحل أخدها طازجة ويوميا على قدر الإمكان.